اخر تسريبات ايفون 14، وكعادتنا مع ابل قبل الهنا بسنه بتبدا التسريبات، والنهارده معانا تسريبات ايفون 14. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في هبده تكنولوجيه جديده. ما تنساش اللايك العظيم يليه سبسكرايب المتين، وبعد كده تنزل تفعل النوتيفيكيشن بيل كي ياتيك منا كل جديد. ما تنساش تنزل تحت الديسكريبشن هتلاقي الفيسبوك بيج والتيك توك بيج، ابقى اعمل لهم فولو. بعد ما نخلص كل هذا الهبد يلا بينا فلنبدا الهبد. تسريبات 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 كالعاده، زي ما قلنا كده في المقدمه لازم ابل تتحفنا بتسريبات قبل الهنا بسنه. لسه ايفون 13 نازل وبدات التسريبات عن ايفون 14. خلونا نبدا بالكاميرات. التسريبات بتقول ان اخيرا ابل قررت انها تعلي الميجا بكسل بتاعه الكاميرات بتاعتها، وانها تتخلى على ال 12 ميجا بكسل وهتنزل بال 48 ميجا بكسل. والكلام برضو بيتقال انهم هيبقوا على الثلاث كاميرات اللي موجودين من اول من ايام الايفون 11. يلا الحمد لله ما زودوش كمان كاميرا، كان هتبقى كده بوتاجاز بوتاجاز الصراحه. والكلام كمان بيتقال ان الكاميرات دي هتدعم تصوير فيديو بدقه 8K. اما التسريب الثاني فكان بيخص رامات الجهاز، والتسريب بيقول ان ابل هتزود رامات الجهاز من 6 جيجا رام ل 8 جيجا رام. من بقك لباب السماء يا اخويا. واخر تسريب بيقول ان ابل في ايفون 14 احتمال كبير جدا تتخلى عن النوتش وتستبدلها بكاميرا في منتصف الشاشة على غرار هواتف سامسونج. ولكن لنا هنا وقفة، ابل لو عملت الموضوع ده وتخلت عن النوتش فالفيس اي دي اللي بتتميز بيه جدا ابل هيروح في الازوزة. بمعنى ان دايما التقنية بتاعت الفيس اي دي بتاعت الايفون مش معتمدة على الكاميرا، كانت بتبقى معتمدة طبعا على الكاميرا مع المستشعر الانفراريد، وده كان دايما اللي بيخلي الفيس اي دي بتاع الايفون في حته تانية خالص عن باقي الفيس اي ديز اللي موجوده في التليفونات التانية. فغالبا لو ده حصل وابل تخلت عن النوتش خلاص الفيس اي دي هيبقى فيس اي دي عادي طبيعي جدا بالكاميرا بس، وغالبا ساعتها برضو ابل هتلجا الى الفينجر برينت، غالبا هيكون التراسونيك تحت الشاشه. اما بخصوص التسريبات اللي بتقول ان احتمال ايفون 14 هيجي بلا منافذ وهيبقى كده مقفول من كل حته، فاحب اقول لحضرتك ان ده كلها تكهنات ملهاش اي اساس من الصحه، قد تحدث وقد لا تحدث، لسه مش عارفين الصراحه. ناهيك اصلا ان التسريبات اللي بتبقى قبل الهنا بسنه دي اللي هي قبل موعد الانطلاق ب 8 و 9 شهور بتكون مشكوك شويه في صحتها، وانا عن نفسي ما باخدهاش بجديه كامله يعني. بس كده يا صديقي الهبيد، وخلصنا تلك الهبده التسريبيه اللي على السريع. ما تنساش برضو في اخر الفيديو تعمل لايك والسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن بيل، تنزل في الديسكربشن هتلاقي الفيسبوك بيج والتيك توك بيج، اعمل لهم فولو. حفظتوا انتوا بقى الكلام ده. وخلاص في اخر الفيديو نقول كفاره المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.